والصلاة والسلام على أشرف رسول الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ اليوم المحاضرة الأولى من مادة الاقتصاد الدولي، المادة الخامسة من دبلوم العلاقات الدولية. قدم الدكتور محمد سليمان حسنين، باحث دكتوراه في الاقتصاد السياسي جامعة الرقاضيق مصر. نتمنى أن تكون محاضرة قيمة شيقة. المحاضر له خبرة طويلة في مجال الاقتصاد وخصوصا منطقتين والاقتصاد الدولي. الاقتصاد له شيء مهم وهو الآن، بل هو أهم شيء الآن في العملية السياسية والتغيرات السياسية، لأن الاقتصاد هو محرك السياسة. بعد ما كانت العصور الوسطى والعصور ما بعد الوسطى العصور الحديثة كانت للقوى العسكرية قيمة كبرى، ولكن تغيرت إلى أن أصبح الاقتصاد هو المحرض. الدكتور محمد عن طريق محمد تفضل دكتور محمد. السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم، وأهلا وسهلا بالدكتور عبد اللطيف وأكاديميتكم المباركة. في الحقيقة أنا سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم في دبلوم العلاقات الدولية. وفي الحقيقة إن دبلوم العلاقات الدولية ده مهم جدا في الفترة الحالية للتغيرات السياسية والاقتصادية عبر العالم. أنا بضم طبعا صوتي لأكاديمية الرواد في إن فعلا المجتمعات العربية والإسلامية محتاجة تتعلم العلاقات الدولية وتدرسها بشكل أعمق وأكبر، لأنه هو ده اللي بيبنى عليه فيما بعد دور الأمة وهيكلة سياساتها المستقبلية. لازم تكون مبنية عن علم ووعي كافيين. لذلك أنا بحيي الدكتور عبد اللطيف والأكاديمية والعاملين عليها وكل الناس اللي ليها باع في المجال ده. بتمنى لكم طبعا التوفيق، يا رب إن شاء الله تكون رسالة هادفة وذات جدوى للمجتمعات العربية والإسلامية، ويدعوا لنا كمان بالتوفيق معاكم. أنا محمد سليمان، وطبعا الدكتور عبد اللطيف بشكره على المقدمة الجميلة. إنما أنا هكون سعيد جدا على مدار الخمس محاضرات دول مع حضراتكم، علشان ما نضيعش وقت أكتر إن شاء الله ندخل في الموضوع بشكل مباشر. المادة اللي وكلنا ليها هي الاقتصاد الدولي. الاقتصاد الدولي يا سادة هو محرك ومحور العلاقات الدولية. يعني العلاقات الدولية في الأساس المحرك الأساسي ليها هو الاقتصاد الدولي. طيب الاقتصاد الدولي ده هو ايه؟ عباره عن ايه؟ الاقتصاد الدولي يا ساده، باختصار بعيدا عن المصطلحات الاكاديميه والتعريفات الكبيره جدا والمفاهيم الواسعه والكلام ده كله، هو باختصار عباره عن تداول السلع والخدمات بين الدول. يعني دوله بتشتري من دوله سلعه او خدمه، ده بنسميه اقتصاد دولي. زي ما حضرتك انا اروح اشتري المتطلبات بتاعتي من السوق، ده اسمه اقتصاد الشخص او الحاجات المتعلقة بالشخص. طيب لما دولة تروح تشتري الحاجة اللي هي محتاجها من دولة تانية، سواء كانت سلعة او خدمة او ما الى ذلك من دولة تانية، هو ده مفهوم الاقتصاد الدولي. ده باختصار وباسلوب ابسط منك. تمام. طيب الاقتصاد الدولي ده هو عبارة عن مفهوم أوسع لفكر التجارة الدولية. هو مفهوم أوسع لفكر التجارة الدولية. التجارة الدولية قلنا هي إنه الانتقال السلع والخدمات من دولة إلى أخرى، وده بيكون مبني على وفرة للسلعة والخدمة دي في دولة ما، وعجز نفس السلعة
او الخدمه دي في دوله اخرى، وبالتالي بتوفر شرطين المعادله اللي هم العرض والطلب، وبناء عليه بتتم العمليه التجاريه. طبعا العمليه التجاريه او التجاره الدوليه دي مرت بمراحل كتير جدا منذ القدم، يعني من اول معرفه البشريه الحياه والتجاره وبتاع، مرت بمراحل كتيره جدا. كل مرحله كانت بيتطلب من الاقتصاديين انذاك تطوير مفاهيم ونظريات تقدر ان هي تساعدهم في التجاره وفي تنظيم الاطر العامه للتجاره الخارجية بتاعته. قديما كانوا الاقتصاديين بيتعاملوا مع الموقف بناء على معطيات المجتمع ومدى تطوره آنذاك. يعني لما نقول التجارة في القرن ال17 مستحيل طبعا ان احنا هنقدر نقارنها بالتجارة في القرن ال20، في القرن ال21، فيما بعد ذلك. طبعا كل ما يختلف التطور المجتمعات وخاصة التطور التكنولوجي بتختلف وتتطور أيضا نظريات التجارة الدولية اللي هي بيبنى عليها مفهوم الاقتصاد الدولي. إن شاء الله تكون المحاضرات بتاعتنا محاضرات خفيفة على حضراتكم، وأنا حاولت قدر المستطاع إن احنا نبسط المفاهيم علشان نقدر كلنا نخرج من الدبلوم ده عندنا مفهوم عام عن الاقتصاد الدولي، وإنه نبدأ يكون عندنا استيعاب لمادة الاقتصاد الدولي بشكل كبير جدا. علشان كده أنا هاخد حضراتكم في جولة جميلة جدا عبر الخمس محاضرات دي، هنشرح فيها طبعا احنا عشان نقدر نشرح الاقتصاد الدولي ككل بكل اطره محتاجين اقل حاجه 5 سنين، لكن احنا ان شاء الله في الخمس محاضرات دي هندوس على النقاط المهمه اللي محتاجها العالم واللي محتاجها التطور دلوقتي، وعشان نوصل لده ان شاء الله هنشرح مع حضراتكم نظريات التجاره الدوليه، وانه ازاي كل مرحله كان بيطور فيها الاقتصاديين مفهوم التجاره ده، وبعدين هننتقل بعد ذلك لمصطلح تاني وهو سياسات التجاره الدوليه، ايه هي السياسات اللي بتنتهجها التجاره الدوليه، وبعدين هنكلم حضراتكم عن التكامل الاقتصادي، وان شاء الله برضو هيكون في اطلاله على التكامل الاقتصادي العربي ان شاء الله. بعد ذلك سنتحدث عن التكتلات الاقتصادية ودورها في مواجهة المشكلات الاقتصادية العالمية، إنه التكتلات الاقتصادية دي كيف تبنى وما هو مفهومها وما هي آليات عملها، والتكتلات الاقتصادية دي إزاي بيكون ليها دور كبير في إن هي تحل أو تواجه المشكلات الاقتصادية العالمية وما أكثرها في القرن الحالي طبعاً. بعد كده إن شاء الله هنبحر بحضراتكم في علم الاقتصاد، وهننتقل إلى المنظمات الاقتصادية العالمية. المنظمات الاقتصادية العالمية هنتكلم عن مفهومها وإيه أشكالها وإيه وجودها وليه أهميته وإزاي كانت موجودة في الأوقات دي، ومدى إن هي كان ليها دور فعال في المجتمع وعلى الاقتصاد الدولي ككل. بعد كده هننتقل بحضراتكم لإطار جديد وشيء من أساليب أو مفاهيم علم الاقتصاد الحديثة، وهو الاستراتيجيات الاستباقية في علم الاقتصاد. الاستراتيجيات الاستباقية في علم الاقتصاد من المحاور المهمة جدا جدا جدا، لأنها كل الاقتصاديات الحديثة والسياسات الدولية الحالية بتبنى على هذا المحور، وعليه إنه فهم الاستراتيجيات الاستباقية ده بيفهمنا إنه القوة الاقتصادية الفلانية دي هتكون إيه سياستها في المرحلة اللي جاية، سواء على المدى القريب أو المدى البعيد. وده طبعا بيكون ليه دور مهم جدا في إن إحنا نقدر نفهم الناس اللي قدامنا هتروح فين،
وبناء عليه بيكون عندنا قدرة على بناء سياستنا الاقتصادية بشكل يناسب التطور العام في العالم كله. ثم مثلا تقل فيما بعد للصراعات الاقتصادية والحروب التجارية وأثرها على التجارة الدولية، الصراعات الاقتصادية والحروب التجارية وأثرها على التجارة الدولية، وبناء عليه انعكاسات الأثر ده على حياة المواطنين وعلى مستوى دخول الأفراد وإلى آخره. إن شاء الله يكون المحتوى بسيط أو قدرنا نبسطه إلى قدر ما. سننتقل الآن إلى نظريات التجارة الدولية. التجارة الدولية قلنا إن هي بدأت من القرون الوسطى وما زالت طبعا مستمرة بتتطور بتطور مفاهيمها، فعلشان كده إحنا هندخل في النظريات الكلاسيكية والحديثة. طبعا إحنا بنشرح النظريات الكلاسيكية دي لأنه إحنا فعلا محتاجين إن إحنا نعرف الناس اللي قبلنا كانوا بيفكروا إزاي وإيه مدى تطور النظريات دي، علشان نقدر يكون عندنا وعي للنظريات الحديثة وكيف تبنى. تمام؟ الاقتصاديين طبعا من زمان كانوا شغالين على الموضوع ده نظرا لتطور الأسواق وتطور التجارة. هناك 6 نظريات اقتصادية إن شاء الله هنناقشها مع حضراتكم في الجانب الكلاسيكي ونظريتين في الجانب الجديد للتجارة. لكن لما الاقتصاديين صنفوا المسميات دي أو صنفوا الهيكل النظريات ده، قالوا إن هي في نظريات تجارية، نظريات تجارية في التجارة الدولية، ونظريات كلاسيكية، ونظريات حديثة، ونظريات جديدة. وعليه إنه إحنا هنبحر مع حضراتكم إن شاء الله في النظريات دي. أول نظرية وهي نظرية المذهب التجاري للتجارة الدولية. المذهب ده ظهر في القرنين السادس عشر والثامن عشر، أو من السادس عشر للثامن عشر، يعني سادس سابع ثامن، وكان آنذاك التجارة مفهومها مختلف تماما عن مفهومنا دلوقتي. زمان كانوا الاقتصاديين بيروا إن ثروة الأمم بتتشكل أو تتكون من إنه عندهم ذهب قد إيه، عندهم معادن نادرة قد إيه، عندهم أحجار كريمة قد إيه. الكلام ده بيقول كل ما تكون الدولة عندها مخزون كويس من الذهب أو مخزون كويس من الأحجار الكريمة، إذن الدولة دي عندها ثروة، إذن دي أمة غنية، وإنه ده هو الميزان التجاري للأمة دي. كل ما تكون عندها ذهب أو أحجار كريمة يكون عندها اقتصاد. وبناء عليه كانت هو ده مفهومهم للحاجات دي. الاقتصاديين في الوقت ده كانوا بيقولوا إنه أي أمة علشان يكون عندها اقتصاد كويس لازم تصدر أكتر من اللي بتستورده، لازم يكون عندهم صادرات أكتر من الواردات دي. وبناء عليه كانوا دايما بيشجعوا الحكام على وضع قيود على الواردات، إنه مش عايز دولته تستورد كتير، لأنه لو الدولة استوردت كتير بناء عليه هيبنى اقتصادها على المذهب ده، وده طبعا مش كويس بالنسبة للاقتصاديات. فكانت الحكام دايما أو المعنيين بإجراءات التجارة يقولوا لنا إن إحنا والله لا، إحنا مش هنسيب التجارة ماشية كده، إحنا هناخد حاجة اسمها إجراءات حمائية. إجراءات حمائية يعني إيه إجراءات حمائية؟ الإجراءات الحمائية دي عبارة عن قيود أو إجراءات بياخدوها الحكام على المنتجات اللي جاية من الخارج أو جاية من الدول التانية علشان يحمي صناعة نفس المنتج داخل الدولة. يعني حضرتك وليكن مثلا بتصنع الكوباية، لما حضرتك بتصنع كوباية المية والدولة التانية أو الجارة بتصنع كوباية المية هي كمان، فبناء عليه أنا لازم آخد إجراءات حمائية إن هي تساعد الكوباية بتاعتي دي داخل الدولة على المنافسة مع المنتج اللي جاي من بره. طبعا النظرية دي طبعا من أقدم النظريات طبعا، لكن كانت فعالة
وكان ليها دور كبير جدا ان هي تشجع الصناعه داخل الدوله دي، وان هي تحافظ على توازن ميزان المدفوعات وتوازن التجاره، وبالتالي التوازن الاقتصادي ككل. طبعا دول كتير جدا عملت ده، وما زالت الحمائيه شغاله حتى الان، مع ان ده بيخالف او بيتناقض مع مبدا حريه التجاره، وهنتكلم في ده ان شاء الله في اجزاء جايه. طبعا دول كتير جدا زي الصين، زي تايوان، زي اليابان، زي غيرها، امريكا نفسها، بعض الدول الاقليميه عملت الكلام ده علشان تحمي اقتصادها. تمام؟ طيب الصناعات دي كانت دايما بيحافظوا عليها وبتكسب، لانه كان في نظم من انظمه الحمائيه. اذا ده نظريه النظريه التجاريه للتجاره الدوليه. ثم ننتقل بعد ذلك لعصر الكلاسيكيات، وهو ما تلا ذلك، وتم تطوير الكلام ده او النظريات دي على يد العالم الكبير وابو الاقتصاد العالمي، وهو العالم ادم سميث. ادم سميث صاحب نظريه مشهوره جدا جدا، وهي نظريه النفقات المطلقه. نظريه النفقات المطلقه ده ادم سميث كان بيقول انه والله لا، انا مش عايز الحمائيه، ومش عايز التجاره تفضل ماشيه بمفاهيم القرن السادس والثامن عشر، لا انا عايزهم تتطور الى شكل اكبر. وكان رد فعله قوي جدا ضد مبدا الحمائيه ده، كان بيقول ان لا، لازم التجاره تتحرر من المبدا ده. وكان دايما ادم سميث بيقول ان التجاره الحره هي الضمان الوحيد لتوسيع التجارة، لأنه أنا كل ما أعمل إجراءات حمائية لكل المنتجات بتاعتي زي ما كانوا بيروا في القرون دي، إنه أنا بعدين مش هيكون عندي أي تجارة تتوسع أو تكبر. وبالتالي كان آدم سميث بيقول إن الدولة يجب أن تنتج المنتجات التي تتمتع فيها بميزة مطلقة. يعني أي دولة ما عندها ميزة مطلقة في المنتج ده، أو إن هي تقدر تنتج المنتج ده بتكلفة أقل من السوق وبجودة أعلى، إذا لازم تنتجه وبناء عليه تتميز فيه، وده هيكون ليه ميزة طبعا على على المنتجات التانية وعلى الدول التانية. فكان آدم سميث بيقول إن الدولة تقدر تتخصص في تصدير منتج ليه ميزة مطلقة، إن تكون ليها ميزة مطلقة، وبناء عليه تقدر تصدر المنتج ده. وده كان بيعزز مبدأ حرية التجارة، ويبعد أكتر عن أساليب الحمائية اللي هي كانت بتقيد التجارة بشكل كبير جدا. وطبعا نظرية آدم سميث اشتغل عليها ناس كتير جدا واقتصاديين كتير جدا، وما زال حتى الآن بعض الاقتصاديين بيحترموها، انه لا، احنا لازم يكون عندنا ميزة مطلقة، ندور على المنتج اللي عندنا ميزة مطلقة فيه. وده شيء محترم جدا، لكنه مع تطور العالم وانفجار التكنولوجيا، لا أصبح الموضوع مختلف تماما. نظرية آدم سميث اللي هي نظرية النفقات المطلقة حددت إنه ازدهار أي بلد لا ينبغي أن يتم مع سبق الإصرار. يعني أنا ما ينفعش أقول إنه أنا عندي ذهب ومعادن يبقى أنا كده راجل تمام التمام 100 100، لا، أنا لازم يكون عندي ذهب ومعادن وتجارة علشان يكون عندي مستويات معيشة محترمة للمواطن بتاعي. وده طبعا من ضمن النظريات آدم سميث. بعد كده حصل تطوير و شيء من التقدم في النظريات الاقتصادية، جه بعديه عالم يدعى ديفيد ريكاردو. ديفيد ريكاردو ده في الحقيقة كان من الاقتصاديين المميزين جدا، وكان بيقول انه لا، انا مش عايز النفقيه، نظريه النفقات المطلقه،
انا عشان اجيب نظريه، اعمل نظريه، اطبق نظريه النفقات المطلقه، ده انا محتاج يكون عندي منتج او اثنين او ثلاثه، اعداد محدوده جدا من المنتجات اللي انا هيكون عندي قدره مطلقه او تفوق مطلق فيها. طيب عايز تعمل ايه يا عم ريكاردو؟ قال لنا والله لا، انا هاصيغ نظريه النفقات النسبيه، انه انا مش بالضروره يكون عندي تفوق مطلق في المنتج، لكن ممكن يكون عندي تفوق نسبي، وبالتالي انا هيكون عندي عدد اكبر من المنتجات اللي اقدر انافس بيها واصدرها. فكان ريكاردو بيقول ان الميزه المطلقه دي ضروريه جدا للمنتجات بتاعتي، وكان بيقول انه كل دوله عليها التركيز في إنتاج المنتجات التي تتمتع فيها بميزة قصوى أو أقل ضرر، ومن ثم فإن الدولة دي هتصدر الإمدادات التي تتمتع بها بأكبر بقيمة أكبر، وتستورد الإمدادات اللي عندها عيوب فيها أو عندها مشاكل في توفير المنتج ده أو الخام ده، فبالتالي تكلفة إنتاجه هتكون أكبر. فريكاردو كان لا يعارض نظرية آدم سميث، لكنه طورها وقال إنه لا، هننتقل من حقبة أو مرحلة النفقات النسبية أو الميزة النسبية، هنروح مرحلة النفقات المطلقة لمرحلة النفقات النسبية. وكان بيقول إنه المنتج بتاعي طبعاً أكيد هيقدر ينافس طول ما أنا بوسع مجال التجارة دي، وبقدر يكون عندي طبعا مخزون اكبر من السلع اللي اقدر اصدرها. بعد نظريه اخونا ريكاردو جه دور العالمين الاقتصاديين الكبار ايلي هيكشر وبريتن اولين. هيكشر واولين دول جم في عام 1900، يعني خلاص كان عدى على الناس دي مرحلة كبيرة جدا، وكان الاقتصاد طبعا بيتطور بشكل كبير. فبريتن وأولين دول قالوا انه لا، احنا سيب نظرية النفقات المطلقة وسيب النفقات النسبية، وتعالى نتكلم هل البلد دي او الدولة دي عندها فعلا إمكانية أو توافر لعوامل الإنتاج ولا لأ؟ يعني أنا دلوقتي عايز أنتج المنتج الفلاني، أنا عايز أسأل نفسي أولا إنه هل دولتي عندها عوامل الإنتاج دي متوفرة؟ وبالتالي تكلفة المنتج ده هتكون نسبية أو هتكون مطلقة، إذا توفرت عوامل الإنتاج بشكل كويس هيكون في ده. فأولين وهيكشر كانوا بيقولوا إنه والله إحنا أي بلد لازم يفكر إزاي يكسب من صنع السلع اللي بتستخدم عوامل الإنتاج المتوفرة في بلده، وبناء عليه هيكون عنده طلب أكبر بالنسبة لعوامل الإنتاج، وبالتالي كل ما يكون عوامل الإنتاج متوفرة هيكون سعر السلعة أرخص، والعكس بالعكس بالنسبة للطلب. طيب هيكشر وأولين دول قالوا انه نظريتهم دي نظرية حديثة، وانه احنا ملناش دعوة، وكانوا بيسموه ملناش دعوة بالناس القدام، وكانوا بيسموها بنظرية التوازن العام. نظرية التوازن العام بيقول ان انا ادور على المنتجات بتاعتي اللي عندي متوفرة العوامل الانتاج، وأقدر أصنع منها منتجات أقدر أنافس بيها عالميا، وبالتالي إنه هيكون أنا عندي قدرة على المنافسة العالمية، وإن أنا هقدر أوصل بالميزة دي لمطلقة ونسبية وإلى آخره. فهيكشر وأولين قسموا النظرية دي إلى نظريتين، نظرية هيكشر ونظرية معادلة سعر العامل اللي هو عوامل الإنتاج. تمام؟ فهيكشر وأولين بيقولوا إنه توفر العامل ده ونظرية معادلة سعر العوامل الإنتاج ده بيؤثر على التجارة الدولية ككل،
من ناحية إسعار أو توفر عوامل الإنتاج. وقسموا النظرية إلى جزئين، الجزء الأول فيما يتوفر بكثافة العامل، يعني العامل ده كثافته قد إيه في البلد ووفرة العامل، تمام؟ ثم بعد ذلك فسروا وفرة عامل الإنتاج ده من حيث الوحدات المادية وأسعار العوامل النسبية، إنه الوحدات المادية من العامل ده متوفرة قد إيه وأسعاره النسبية قد إيه، وبتشمل طبعا الوحدات المادية زي رأس المال زي العمالة زي الحاجات دي، بينما يشمل سعر العامل النسبي المصروفات المجاورة مثل الإيجار وتكلفة العمالة. طيب يعني كان بيقول لي أنا عندي رأس مال، أنا عندي عمالة، ده بنسميه كثافة العامل، العامل ده موجود عندي أو لا. طيب وفرة العامل أو سعر العامل النسبي كان بيقول إنه والله العمالة دي تكلفتها قد إيه؟ تكلفتها مرتفعة، تكلفتها بسيطة، تكلفتها مناسبة معقولة وما إلى ذلك، وتكلفة الإيجار نفسه. فهيكشر وأولين كانوا بيقولوا إنه كل الحاجات دي لو بتمتلك لكها بلد زي كثافة رأس المال زي العمالة زي التكنولوجيا، أي دولة بتمتلك الحاجات دي كلها تقدر إن هي تنافس بيها وتقدر تعمل منتجات ممتازة جدا. وده كانت نظرية وفرة عوامل الإنتاج لهيكشر وأولين بشكل مختصر جدا. النظرية اللي بعد كده اللي جت بعد فكر هيكشر وأولين وهي نظرية التنافسية الوطنية أو ماسة بورتر. بورتر مش البورتر برضه من العلماء المفكرين في علم الاقتصاد واللي ليهم بصمة كبيرة جدا طبعا. بورتر بيقول إنه والله آدم سميث كان بيتكلم عن النفقات المطلقة، ريكاردو كان بيتكلم عن النسبية، هوكشر وأولين كانوا بيتكلموا عن وفرة عوامل الإنتاج، إنه عامل الإنتاج دي موجودة عندي أو لأ، والله موجودة، طب هي ليها ميزة نسبية عندي أو لأ. طيب فكان بيقول إنه بورتر ده بيقول إنه أنا دلوقتي بتكلم عن اقتصاد دولي. بتكلم عن اقتصاد دولي. فالاقتصاد الدولي ده بيتكلم عن وطن، عن دولة. إنه الصفات الأم للوطن ده ضرورية لانتصار الشركة. بمعنى إيه؟ إنه طبيعة الوطن بتاعي ده، والله ده وطن زراعي، ده وطن صناعي، ده وطن بيمتلك سواحل، ده وطن بيمتلك غابات، ده وطن بيمتلك مقدرات. الوطن ككل عبارة عن إيه؟ مقدرات الوطن ككل عبارة عن إيه؟ فبيقول إنه الوطن ده لما يكون زراعي أكتر، إنه لأ والله هتكون المنتجات الزراعية عنده عندها توفر بشكل أفضل وهكذا. ماسة بورتر من النظريات المهمة جدا واللي طورت أجزاء كبيرة جدا 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 في فكر التجارة الخارجية. بورتر كان بيقول والله إنه أنا علشان ينجح المنتج بتاعي في الدولة بتاعتي وينافس أقدر أخد بيه تجارة عالمية، أنا محتاج 6 محددات، أنا محتاج 6 محددات. الله أكبر الله أكبر. أنا هستأذن حضراتكم في الأذان نص دقيقة.
أهلا بحضراتكم مرة تانية. إحنا كنا وصلنا للنظرية التنافسية اللي هي نظرية ميشيل بورتر. ميشيل بورتر بيقول إن والله أنا محتاج 6 محددات. الصوت كده واضح؟ بيقول أنا محتاج 6 محددات تقول لي إنه المنتج ده هيكون ليه ميزة نسبية للحاجات دي أو لأ، وإنه هيقدر ينافس على مستوى الدولة أو على مستوى الدول التانية أو لأ. وعليه كان بيقول بورتر إنه الشرط الأول لنجاح المنتج ده هو شرط العامل، شرط توافر عامل الإنتاج اللي لميزة نسبية أو ميزة مطلقة أو وفرة، إنه يقدر يكون من المكونات الأساسية في المنتج اللي يقدر يوفر السلعة بشكل كويس، بسعر كويس، بجودة كويسة. الشرط الثاني هو شرط الطلب، إنه أنا هعمل منتج وأنا ما عنديش طلب عليه إزاي؟ فبناء عليه بورتر بيقول، عفوا بورتر بيقول إنه ما دام السلعة دي عليها طلب عالمي أو عليها طلب دولي، إذا أنا أنتج السلعة دي. طيب الشرط الثالث من شروط بورتر أو من عوامل بورتر النموذجية كما سماها، هو وجود صناعات ذات صلة وداعمة للصناعة دي. يعني أنا هأنتج سلعة ما، وبناء عليه طيب أنا دلوقتي عندي صناعات مكملة ليها أو لأ؟ ما هو أنا مش هروح أنتج مثلا السيارة وأنا محتاج تقريبا كل حاجة هدخلها في مكونات السيارة راح استوردها من الخارج، فبالتالي صناعة السيارة عندي مش هتكون ميزة لأن كل مكونات السيارة أنا استوردتها من الخارج. طيب لو أنا عندي صناعات ذات صلة وعندي صناعات مكملة لصناعة السيارات، بناء عليه إنتاج السيارة في بلدي أو في البلد دي هيكون ليه ميزة وهيقدر ينافس عالميا. واحنا طبعا ملاحظين ده طبعا في قطاع صناعة السيارات الصينية ازاي قدرت تنافس وقدرت تقتحم الأسواق في الفترة الأخيرة، لأنه طبعا اشتغل على الصناعات الداعمة والصناعات ذات الصلة. العنصر الرابع وهو استراتيجية الشركة والهيكل والتنافس، إنه حضرتك عملت شركة علشان تنتج منتج معين، لازم يكون الشركة دي عندها خطة، لازم تكون الشركة دي ليها هيكل اقتصادي وهيكل إداري وفكر كويس عشان تقدر تنافس وتستمر. الفكرة التانية إن هو الشركة دي تكون عندها قدرة على التنافس. أنا مش هعمل شركة تنتج منتج وبعدين تاني يوم تسقط، لا، أنا لازم الشركة دي تقدر تنافس. وبناء عليه إذا أنا قدرت أهيكل أو أبني هيكلية محترمة لشركة بتنتج منتج قادر على المنافسة، إذا المنتج ده هيكون قادر على المنافسة، وبناء عليه المنتج ده هيكون ليه قيمة في التجارة الدولية. تمام. المحدد الرابع أو المحدد الخامس كان الصدفة، إنه أنا ما أفضلش أتحكم في آليات الاقتصاد وأتدخل فيها كحكومة أو كجهة حاكمة علشان بعد كده ألاقي نفسي والله لا ده أنا مش قادر، الموضوع فلت مني، فضلت أتدخل لحد ما العملية باظت. لا، أنا عايز إنه شرط العامل يكون متوفر، شرط الطلب، وجود الصناعات، وجود شركة، كل الحاجات دي لما تتواجد مع بعضها إذن هيكون ليها ميزة في المنتج اللي بتنتجه. المحدد السادس وهو الحكومة. الحكومة هنا تعني وجود قوة تستطيع إدارة كل الحاجات دي، سواء الحكومة أو القطاع الخاص لو هو قطاع خاص وطني عنده قدرة طبعا على المنافسة
وده قلما بيكون موجود في العصر الحالي. دي كانت نظرية التنافسية الوطنية ل ميشيل بورتر. وفي الحقيقة إنه ميشيل بورتر ده من الناس المتطورة جدا في علم الاقتصاد، وبورتر كان بيصيغ إنه أنا والله خليني أشوف إمكانيات الدولة دي إيه من حيث الست محددات اللي إحنا اتكلمنا فيهم، والله موجودين أوكي، إذا أنا أقدر أنافس بالمنتج بتاعي. وبكده نكون أتمينا 5 نظريات. أنا عارف إنه معلش محاضرة النهاردة بتتكلم في شوية نظريات كلاسيكية، وهي طبعا كان لازم ندخل فيها ونشرحها ونتكلم عنها علشان بس نبني بعض الخلفية البسيطة والتاريخية لإزاي تطورت نظريات التجارة الخارجية أو التجارة الدولية اللي هي بيبنى عليها فكر الاقتصاد الدولي. أنا بس هستأذن حضراتكم لمدة دقيقة واحدة، إنه أنا عايز فيدباك من حضراتكم، تقولوا لي كام من 5؟ 5 إحنا الحمد لله متواصلين والمادة قادرة توصل لأذهاننا بشكل ما. 1 والله هنحاول نطور في الأسلوب شوية. وأستأذن الدكتور عبد اللطيف لمدة دقيقة واحدة ناخد فيدباك من الناس اللي موجودين معانا، إنه قد إيه المادة قادرين إن إحنا نستوعبها. اتفضلوا بالتصويت، هنتظر حضراتكم في الشات. دكتور عبد اللطيف سامعني؟ ايوه احنا قافلين بس أيوه الشات، دكتور. افتح الشات بس للمتابعين. طيب هستأذن من حضرتك آخد فيدباك من الناس لمدة دقيقة وهنرجع تاني. تمام؟ الشات مفتوح للجميع، يقدر الواحد يدي رقم معين يبعته على الشات. دكتور محمد لو معانا، دكتور محمد ايوه يا فندم، مع حضرتك. ايوه يا دكتور، هو ما انا شاء الله يعني كل الجميع أجمع على من 4 ل 5، الحمد لله يعني الحمد في لله. من 5 طيب احنا ان شاء الله يعني في متوسط هنتكلم. 4 الحمد لله، تمام يا في فندم. إجماع على إن النظرية الخامسة ممكن تعلم تاني يعني حاضر، تمام يا فندم، حاضر.
تمام. تمام، انا بس حابب اقول لحضراتكم ان احنا ان شاء الله انا هاخد النظريه الخامسه تاني، وهنكمل كمان 3 نظريات، وان شاء الله بعد كده هنفتح المناقشه، باب المناقشه. اتفضل اتفضل. بالنسبه للنظريه الخامسه اللي هي النظريه التنافسيه الوطنيه او ماسة بوردر، بوردر ده بيقول ان والله انا لازم اشوف صفات البلد الام، يعني المنتج ده جاي منين، المنتج ده جاي من الجزائر، جاي من مصر، جاي من تركيا، جاي من لبنان، جاي من المغرب، لازم اشوف طبيعة البلد الام اللي جاي منها المنتج، سواء المنتج ده تم تصديره لبلد تانية، او المنتج ده هيتعمل عليه عمليات اخرى ويصدر او ما الى ذلك، لكن انا عايز اشوف البلد الام. فبورتر بيقول ان صفات الوطن الام ضرورية لانتصار الشركة او انتصار المنتج ده. يعني لو البلد دي بيتوفر فيها المقومات اللي تساعد المنتج ده على انه يكون افضل شيء او الاقرب للافضليه، اذا المنتج ده هينجح في التجاره الدوليه. هو ده وجهه نظر بورتر. طيب بورتر ساب الموضوع كده؟ لا، حدد شروط او 6 عوامل، بيقول انه لو توفر 6 عوامل دول لمنتج ما هيقدر يكون عنده منافسة كبيرة يقدر ينافس بيها على مستوى العالم. طيب العامل الأول وهو شرط العامل، العامل مش لا يعنى به هنا العامل اللي بيشتغل بإيده، لا، يعنى به شرط توفر عوامل الإنتاج. يعني الصناعة دي محتاجة الصناعة، مثلا صناعة الجبنة، صناعة الجبنة محتاجة لبن، تمام؟ اللبن محتاج حيوانات عندها تقدر تحلب، الحيوانات اللي تقدر تحلب محتاجة زرع أو محتاجة أعشاب، الأعشاب محتاجة مية، وهكذا. فبيقول إن صفات الوطن الأم دي هي دي اللي بتنعكس على المنتج، سواء من حيث التكلفة أو الجودة. يعني حضرتك الجبنة اللي منتجة على مراعي طبيعية وما إلى ذلك تختلف تماما عن الجبنة المنتجة من والله زراعات طالعة بالكيماويات والحاجات دي كلها. فبناء عليه صفات الوطن الأم دي هي اللي بتساعد المنتج ده على المنافسة. طيب شرط توفر العوامل دي، توفر عوامل الإنتاج، كلما توفرت عوامل الإنتاج دي بميزة سواء نسبية أو مطلقة هيقدر إنه المنتج ده يكون عنده قدرة على المنافسة. وبالتالي ده العنصر أو العامل الأول. العامل الثاني وهو شرط الطلب، أنا مش هعمل منتج ما عندوش طلب أو مفيش طلب عليه. إذا توافر الطلب، وده شرط مهم جدا، هأروح أنا بسرعة أعمل المنتج ده لأنه عليه طلب عالمي. حضراتكم لما جت جائحة كورونا مثلا، أول حاجة تم الطلب عليها هو بصورة قوية جدا الكمامات. أي حد بينتج كمامة في الوقت ده بأي مواصفات كانت بتتباع. إذا التوافر الطلب ده هو ده الشيء اللي خلى المنتج بتاعي يتباع بسرعة، يتباع بالسعر السعر اللي يغطي تكلفته زيادة، وهكذا. الحاجة التانية توافر الصناعات ذات الصلة أو الصناعات الداعمة. أنا ضربت مثلا بموضوع صناعة السيارات. لو في دولة ما عندي عايزة تصنع سيارة، لازم يتوافر عدد من صناعات ذات الصلة بصناعة السيارات دي علشان يقدر يوفر له الزيت المحرك، يقدر يوفر له سيور المكنة، يقدر يوفر له والله كشافات السيارة، يقدر يوفر له خامات الطلاء، يقدر يوفر له خامات الكاوتش، الحاجات دي كلها. وبناء عليه ان كلما توافرت الصناعات ذات الصلة دي، انه هتكون صناعة السيارة والله في البلد دي لا انجح، عندها قدرة على المنافسة.
العامل الرابع وهو استراتيجية الشركة والهيكل والتنافس، إنه البلد دي عندها قدرة أو فكرة على بناء هيكل شركات كويس يقدر ينافس، سواء هيكل اقتصادي، هيكل إداري، هيكل فني وما إلى ذلك. بناء هيكل الشركة من الأشياء المهمة جدا لاستمرارية ونجاح الشركة دي وبالتالي نجاح المنتج. الحاجة اللي بعد كده اللي هي الصدفة. الصدفة دي معناها إنه الكلام ده يحصل داخل اقتصاد الدولة بناء على المعطيات الموجودة اللي هي لسه متكلمين عنها، صفات الوطن الأم. لكن ما تكونش دي أنا جايب حاجة زارعها في تخصص معين وعايز أوفر لها كل الحاجات دي. يعني مش مثلا هروح أجيب صناعة سمك مثلا في بلد أصلا ما عندهاش سواحل وأقول لا ده أنا هعمل لها سواحل، لا ده أنا هخلي الناس تاكل سمك، لا ده أنا هعمل علب مش عارف إيه. إذا حضرتك أثقلت على نفسك فكرة إن أنت عايز تتكفل بكل حاجة للمنتج، وبناء عليه سعره تكلفته هتبقى عالية جدا. كل ما الكلام ده يعلى قدرته على المنافسة هتبقى قليلة، تمام؟ لكن مش مقصود بانه صدفة انه والله لا ده واحد ماشي، لا، انه الحاجات دي كلها تتوافر وتتناسب مع صفات الوطن الام، تمام؟ طيب الحاجة التانية او العنصر السادس وهو وجود الحكومة. الحكومة عندها رؤية لتوافر كل الحاجات اللي موجودة دي، وبناء عليه محتاجة توجهها لإنتاج منتج ما يقدر ينافس عالميا، تقدر هي تبيعه للدول التانية. كلما توفرت رغبة ونية الحكومة لرعاية كل العناصر دي علشان تدمجها مع بعضها تطلع لي منتج كويس، المنتج ده هيكون بدأ فعليا رحلة النجاح العالمي. ده ملخص النظرية الخامسة وهي نظرية التنافسية الوطنية أو ما يدعى بماسة بورتر. ننتقل بعد كده لنظرية النظرية السادسة وهي نظرية دورة حياة المنتج للاقتصادي الجميل ريموند فيرنون. ريموند فيرنون ده طبعا كان في منتصف الستينات من القرن الماضي، وطبعا كان أستاذ في كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد، وراجل ليه صيت كبير جدا. فيرنون قال والله إنه أنا لازم أطور النظريات دي. طبعا القرن ال19 كانت التجارة الدولية فيه شيء، وما قبل القرن ال19 كان شيء تاني. التجارة الدولية في القرن ال19 تطورت بشكل كبير جدا مقارنة بالقرون اللي قبلها. ففيرنون كان بيشوف إنه نظرية هيكشر وأولين فشل، وكان بيقول انه انا المنتج ده عفوا انه المنتج ده بيمر بمراحل انتاجيه. انت حضرتك جاي تقول لي انا بنتج منتج وخلاص؟ لا، المنتج ده بيمر بمراحل انتاجيه، لازم انا ابقى عارف المراحل الانتاجيه دي رايحه فين؟ بادئه منين؟ المنتج ده هيتعثر في انهي مرحله؟ انه مرحلة هتحدد تكلفة المنتج ده، تمام؟ وبناء عليه عمي فيرنون قال انه والله انا عندي اقسم المراحل دي لثلاث مراحل. المرحلة الاولى هي مرحلة انتاج منتج جديد، انه انا كدولة هنتج منتج جديد لسه اول مرة انتجه، فبناء عليه ده حتة. الحاجة التانية قال لك والله أنا لا ده أنا المنتج ده عندي، بس أنا بعمل له نضوج. نضوج إن أنا بطور المنتج ده، وسماها مرحلة نضوج المنتج، إن المنتج ده عندي بس بيتطور، يعني موجود أنا أنتجته قبل كده لكن بيتطور.
المرحلة الثانية اللي اتكلم عنها وهي مرحلة المنتج المعياري. المنتج المعياري ده انه منتج انتجته طورته، لا ده انا بعمل عليه كمان عمليات كبيرة جدا تقدر تخلي المنافسة او حجم المنافسة العالمية ليه اكبر واكبر. كل ما كانت حجم المنافسة العالمية للمنتج ده اكبر، كان المنتج ده بيدعم الاقتصاد بتاع الدولة بتاعتي. فيرنون كان في أمريكا وكان بيطبق دراساته على الاقتصاد الأمريكي وكان مهتم جدا بيه. والاقتصاد الأمريكي طبعا فيرنون كان في الستينات، والستينات دي كانت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. طبعا مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية دي اتطورت جدا، وحصل أمريكا بدأت تاخد ثورة صناعية رهيبة تنتج تقريبا كل شيء للعالم، وكان لها هيمنة طبعا اقتصادية كبيرة جدا على العالم. المرحلة الأولى اللي اتكلم عنها فيرنون قال والله إنه أنا المنتج ده منتج جديد هبدأ بيه في السوق، فبالتالي أنا هبدأ أطور السلعة دي وهبدأ بسوق بسيط، وهبدأ إنه السوق ده يكون المنتج ده يكون طلب عليه منخفض والمبيعات بسيطة نسبيا، وبعدين أبدأ أنا أعمل ابتكار واخترع منتجات تانية، وبالتالي أنا هعمل توازن بين تأثير انخفاض المبيعات وانه وبدايه طبعا تصدير البضائع دي للدول الثانيه. فكل ما يبدا يدخل منتجات جديده للاقتصاد ده معناها ان هو بيدعم الاقتصاد ده. ده فكر فيرنون في المرحله الاولى. المرحله الثانيه اللي اتحدث عنها وهي مرحله المنتج الناضج. بيقول انا والله دخلت المنتج ده في المرحلة الأولى، الدولة دي ابتدت تشتغل عليه، ابتدينا نعمل له مصانع، ابتدينا نطور المصانع، ابتدينا ننتجه محليا، والله المنتج ده بدأنا نشوف والله طب احنا هنظبط تكاليف العمالة، طب هنعمل ايه في تكاليف التصدير، طب احنا المنتج بتاعنا ده عايزين نقلل جدا من التكلفة عشان نقدر نزود الإيرادات بتاعته. وكان بيرى انه نضج المنتج ده بيتمثل في الطلب عليه، الطلب على المنتج كلما يزيد ده بيزيد بناء على جودته، بناء على تكلفته المنخفضه، وبناء على توفره في السوق، وبناء على الحاجات دي كلها. فكان بيقول فيرنون انه انا لما المنتج بتاعي يبقى منتج ناضج هيكون لي منافسه محليه جوه البلد، وبالتالي هبتدي افكر اصدره للدول التانية. المرحلة التانية التالتة اللي بيتكلم عنها فيرنون قال ان دي مرحلة المنتج المعياري. مرحلة المنتج المعياري ده بيقول انه انا دخلت المنتج، طورت المنتج، لا ده انا عايز انافس بيه، انا عايز اصدره، تمام؟ فبيقول انه والله المنتج بتاعي ده في الفترة اللي قبل كده كان عليه طلب داخلي، يعني كان داخل أمريكا المنتج في مرحلة النضج لا عليه طلب، فبقول أنا عليه فيرنون بقول لا أنا لازم أتصدر. بيبدأ في المرحلة الثالثة لمرحلة تصدير المنتج للدول النامية والمتقدمة. فلما المنتج ده يطلع للدول الثانية أكيد الدول الثانية عندها منتجات مشابهة أو مماثلة، فبالتالي مستوى المنافسة على المنتج ده هيبقى أكبر. أنا المنتج بتاعي كان بينافس داخل الدولة، طيب والله أنا دلوقتي المنتج ده ابتديت أصدره، فبناء عليه لما ابتديت أصدره الدول التانية عندها منتجات مشابهة، فأنا عايز المنتج بتاعي يدخل الدول التانية ويكون مستوى المنافسة بتاعه أعلى، وبناء عليه يبتدي التصدير بتاعي يزيد منه، ولما التصدير بتاعي يزيد نرجع تاني لمفهوم التجارية، النظرية التجارية للتجارة الدولية
ان كل دولة لازم تصدر اكتر ما بتستورد، تمام؟ فده فكر فيرنون، انه لا، قسم الموضوع لثلاث مراحل. ازاي ادخل منتج جديد، ازاي اخلي المنتج ده في مرحلة النضج، ازاي اخلي المنتج ده معياري وبالتالي المنافسة عليه. بكده بتكون النظرية السادسة انتهت. أنا انتقل فيما بعد لحاجة لطيفة جدا، وهي مفارقة ليونتيف. ليونتيف دي بيقول إيه؟ بيقول والله إنه كان برضو بيناقش أو بيتكلم عن الاقتصاد الأمريكي. بيقول إنه والله الولايات المتحدة دي في الفترة دي اللي هي الخمسينات والستينات كان عندها وفرة في رأس المال، كانت طالعة منتصرة من الحرب العالمية الثانية، واخدة مكاسب الحرب العالمية الثانية كلها لوحدها، فبالتالي هي عندها وفرة في رأس المال، أي مبلغ محتاجه الإنتاج هيدخلوه. وبالتالي إنه هو شايف إنه لا، أمريكا لازم تصدر المزيد من السلع كثيفة رأس المال، نظرا لو رجعنا لتوافر رأس المال الموجود داخل أمريكا، تمام؟ إذن إنه لا، أنا ليه أشتغل على كده؟ لما جه يعمل أبحاثه في أمريكا لقي إن البيانات الفعلية في السوق عكس كده، إنه لا والله يا أمريكا لا، ما بتصدرش السلع كثيفة رأس المال ولا حاجة. ده ليه؟ إيه؟ إن أمريكا بتستورد المزيد من السلع كثيفة رأس المال. إزاي أنت عندك كثافة في رأس المال في الفترة دي، وإزاي أنت في نفس الوقت بتستورد السلع كثيفة رأس المال؟ فبيقول إنه والله لا، إنه أمريكا لازم تستورد سلع كثيفة العمالة، إنه لا، إحنا نشوف السلع كثيفة العمالة ونستوردها. لما جه يشوف البيانات الفعلية على أرض الواقع، لأنه برضو أمريكا بتصدر السلع كثيفة العمالة، فليونتيف ده بيقول إيه؟ بيقول إنه والله التجارة الدولية دي هي عملية معقدة جدا، لأنه لما جه طبق المعايير اللي فاتت للاقتصاديين اللي قبله على الاقتصاد الأمريكي في الفترة دي، لأن فعلا آليات السوق في الوقت ده بتختلف مع النظريات السابقة، فقال إن التجارة الدولية دي معقدة وتتأثر بالعديد من العوامل المتغيرة في كثير من الأحيان، وقال إنه لا يمكن تفسير التجارة الدولية بدقة من خلال نظرية واحدة، والأهم من ذلك هو فهمنا لجميع النظريات التجارة الدولية، وده بيساعدنا على التطور في التجارة الدولية. إنه أنا ما ينفعش والله أقول لا النظرية الأولى، لا النظرية الثانية، لا الكلاسيكية، لا الحديثة، هي دي اللي لا أقدر أطبقها، تمام؟ فبناء عليه كان ليونتيف صاحب تحليل معروف، وكان طبعا بيناقش كل النظريات اللي سبقته، خاصة نظرية نسبة العوامل، وكان بيقول إنه لا، التجارة الدولية غير مبنية على عملية، على نظرية واحدة، التجارة الدولية مفهوم أشمل وأعم من كل النظريات، وقابلة للتجديد وقابلة للتطوير. ده بالنسبة لليونتيف. كل اللي فات ده كان النظريات الكلاسيكية للتجارة الدولية. النظريات الكلاسيكية للتجارة الدولية دي ليها فضل كبير جدا على الأساليب الحديثة من التجارة الدولية، لأن هي أسست في القرون اللي قبل كده لمفهوم التجارة الدولية، وأنشأت كيانات التجارة الدولية،
وده اللي خلانا نقدر نتطور في الوقت ده. التجارة الدولية قبل الحرب العالمية شيء وبعد الحرب العالمية شيء، قبل الحرب العالمية الثانية شيء وبعد الحرب العالمية الثانية شيء. التجارة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية كانت بتركز على فكر الشراكات متعددة الجنسيات، إنه والله إحنا كنا في القديم بنقول إنه إحنا الدولة الفلانية بتنتج منتج معين لها ميزة مطلقة، لها ميزة نسبية، عندها وفرة في عوامل الإنتاج ما إلى ذلك، عندها إرادة إن هي تنافس بالمنتج ده، الكلام ده كله. لكن بعد الحرب العالمية الثانية كان ظهر طبعا فكر الشركات متعددة الجنسيات، وظهر طبعا كل الحاجات اللي شفناها طبعا بين الترابط القوي جدا بين أمريكا وأوروبا وتوسع التجارة الأمريكية ودخول أمريكا في مرحلة الصناعات المتقدمة جدا واحتلال أمريكا طبعا للأسواق دي، وإن هي قدرت تنافس طبعا بشكل كبير جدا. فالنظريات الكلاسيكية كان لابد أن تتطور مع تطور العصر، كان لابد أن تتطور مع تطور آليات السوق الدولية، تمام؟ فالنظريات الحديثة بتقول، الكلاسيكية كانت بتقول إن أنا عندي ميزة للمنتج ده أصدره، لكن النظريات الحديثة بتقول لا، ده أنا عندي شركات متعددة الجنسيات، لازم أوسع مفهوم الشركة، لازم أوسع مفهوم المنتج، لازم أنافس بشكل أو بآخر. النظريات الحديثة بتقول والله أنا أقدر أنتج المنتج وأستورده في نفس الوقت، يعني أقدر أنتج السيارة وأقدر أستورد السيارة في نفس الوقت، إن المنتج بتاعي من السيارات ده هيكون ليه ميزة نسبية أو ميزة مطلقة أو وفرة زي ما قلنا، هيكون ليه ميزة في دول تانية، وسيارات بعض الدول التانية هيكون ليها ميزة عندي، وعليه إن أنا هفتح الأسواق وأبتدي أصدر السلعة اللي أقدر أنافس بيها في مكان ما، وأستورد السلعة اللي أنا شايف إن هي كويسة وهتعمل منافسة عندي داخليا. وضرب المثال على ده طبعا عندنا اليابان، اليابان جمهورية تويوتا أو إمبراطورية تويوتا. اليابان كانت بتصنع سيارات تويوتا وكانت بتصدرها لدول العالم وما زالت طبعا، وفي نفس الوقت بتستورد سيارات المرسيدس من ألمانيا. هل اليابان ما عندهاش صناعة سيارات؟ لا، ده اليابان عندها صناعة سيارات متقدمة ومتقدمة جدا كمان، لكنها بتستورد سيارات من ألمانيا. إذا الكلام ده لما نيجي نطبقه على النظريات القديمة في الاقتصاد، لا والله لا، ده احنا الكلاسيكية لا، ده الكلام ده ما كانش موجود، لكن في النظريات الحديثة لا، الكلام ده موجود، والكلام ده طبعا قوي جدا. والنظريات الحديثة كمان كانت بتركز على إنه عوامل المنتج ده موجودة أو لا، وبعدين ابتدى يظهر مفهوم العلامة التجارية، انه لا ده الشركة دي علامتها كذا اللي ليها اسم. ابتدينا نشوف مصطلحات في التجارة الدولية زي مصطلح ولاء العملاء، ان العميل ده انا عندي ولاء، العميل ده عنده ولاء للسلعة بتاعتي، هيشتريها، هيستناها لما تنزل السوق لو هي متأخرة او نقص في السوق، هيشتريها لو سعرها اعلى من المنتجات التانية المماثلة أو لأ. ابتدينا نشوف التكنولوجيا، ده ما كانش موجود في النظريات الكلاسيكية أو في الاقتصاد الكلاسيكي، إنه النهاردة المنتج ده حجم التكنولوجيا اللي فيه قد إيه، مدى استخدام التكنولوجيا سواء في المراحل الإنتاج المختلفة، وكمان المنتج ده تكنولوجي استخدامه إيه بالنسبة للأفراد والأشخاص وهكذا. ابتدت تظهر عندنا مفاهيم مهمة جدا زي الجودة. زمان في الكلاسيكيات كنا بنقول والله ان المنتج متوفر او لا، ان احنا فيه وفر لعوامل الانتاج نقدر نصنعه او لا.
النهارده بقينا نقول لا، احنا المنتج ده جودته قد ايه، نسبة الجودة بتاعته قد ايه. ابتدينا يظهر عندنا مصطلحات زي التدفقات التجارية، انه والله المنتج ده بيجي لنا منه تدفقات تجارية قد ايه، انه لا ده احنا بنبيع قد ايه من السيارات، ده احنا لا ده احنا بنبيع قد ايه من الغذاء المصنع، وهكذا. كل الحاجات دي كانت سبب، وسبب مهم جدا ورئيسي في تطور نظريات الاقتصاد الحديثة، نظريات التجارة الدولية الحديثة. إنه كل ما يكون فيه تقدم أو تطور ما، هيبتدي النظريات تتطور إلى أبد الأبدين. النظرية الجميلة اللي هنناقشها، ودي من النظريات الحديثة، اللي هي نظرية التشابه بين الدول، إنه الدول دي متشابهة في صفات الوطن الأم، هل هي متشابهة في وفرة عوامل الإنتاج، هل هي متشابهة في المنتج ده، في صفات المستهلكين، في طبيعهم، في الحاجات دي كلها. قائد المنظور ده او النظريه دي كان ستيفن ليندر. ستيفن ليندر ده كان راجل شغال على تركيبه جميله جدا، انه هل كل دوله ليها ميزه في الموضوع ده؟ بس لا، كان شايف ان في دول كتير شبه بعضها الى حد ما، فكان بيفكر انه احنا ازاي نستفيد من فكر تشابه الدول دي. ما احنا زي ما قلنا كنا بنتكلم في الشركات متعددة الجنسيات، فهو عايز يقول انه انا اقدر اعمل شركة في بلد واثنين وثلاثة، اقدر اعمل شركة في دولة واحدة ويكون اصحاب رأس المال او اصحاب الخبرة او اصحاب الحاجات دي كلها من دولة واثنين وثلاثة. وبناء عليه انه ده هيدخلني في سوق قوية جدا، اللي هي سوق المنافسة، ويبتدي يشتغل على المبدأ ده. اقترح ليندر أن تقوم الشركات أولاً بالإنتاج للاستهلاك المحلي، إنه بما دام أنا والله عندي تشابه مع دولة تانية، أنا أنتج الأول للاستهلاك المحلي، أعمل تشبع أو إشباع للسوق المحلي، إنه أنا والله أقول له لأ يلا خلي المجتمع بتاعنا الأول يستهلك السلعة ويكون متوفرة عنده بشكل كويس. وبعدين نقول بعد كده طب يلا نروح نشوف التصدير نعمل إيه، تمام؟ وبعدين نشوف الأسواق اللي أذواق المستهلكين شبهنا فيها، نبتدي إن إحنا نصدر لهم. وبناء عليه يكون عزز فكرة التجارة الدولية. يعني أنا بشوف والله أنا الأول بنتج للمحلي، وبعدين أشوف الدول اللي عندها أذواق المستهلكين شبهنا، وبعدين أقول تمام كده إحنا نقدر نصدر للدول دي، وبالتالي هو بيضمن إن المنتج بتاعه هيكون عنده ميزة في الدولة اللي هيروحها. تمام؟ بعد كده عمي لندر ده قال ايه؟ قال ان معظم التجارة في السلع المصنعة هتكون بين البلدان ذات الدخل الفردي المماثل. انا بشتغل على سلعة مصنعة، السلعة دي في النهاية هنقلها من دولة إلى دولة أخرى، السلعة لما توصل للدولة التانية اللي هيستهلكها الأفراد، وبناء عليه الأفراد دول والله لا هيكونوا شبه المستهلكين اللي عندي اللي انا انتجت لهم، فبالتالي انا هضمن منافسه كويسه للناس دي. وبعدين بيقول انه انا اشوف الدوله اللي فيها دخل الفرد متماثل او مماثل لدخل الفرد عندي، وابتدي اصدر له، علشان هو بيلعب على تركية الطلب، انه دخل الفرد ده لما يكون كويس زي اللي عندي او متوسط زي اللي عندي او محدود زي اللي عندي، اذا هيكون مشابه لطلبه على السلع، وبالتالي انه والله هيقدر ان تكون سلعته دي
ذات صفة أو ذات قدرة على المنافسة. ده كل اللي كان بيفكر فيه ليندر، وده طبعا فكر محترم جدا. وكان بيقول إنه والله الأسماء التجارية دي مهمة، إنه سمعة المنتجات مهمة، إنه وجود تشابه بين الدول في المنتج أو في الاستهلاك هيكون ليه تأثير كبير جدا على عمليات صنع القرار والشراء لدى المشتري. ده اللي كان بيشتغل عليه ليندر، وده فكر محترم جدا وليه دور كبير جدا في تطور التجارة الدولية. ده بالنسبة لنظرية ليندر اللي هي نظرية التشابه بين الدول. النظرية بعد كده رقم 8 اللي هي نظرية التنافس الاستراتيجي العالمي. أنا عارف إن إحنا طولنا على حضراتكم شوية في النظريات، لكن زي ما قلت إنه إحنا كان لازم إن إحنا نقدر نعدي عليها عشان ندخل للاقتصاد الدولي وإحنا عندنا خلفية تاريخية. نظرية التنافس الاستراتيجي العالمي دي ظهرت في الثمانينيات، في ثمانينيات القرن الماضي. وطبعا كانت ليها دور كبير جدا، وكان من اهم روادها بول كروجمان. بول كروجمان ده وكليفن لانكستر كانوا من الناس المميزين جدا في النظريات الحديثه، وكان عندهم قدره على التطور الحقيقه بشكل كبير جدا. يعني قيل ان هم كانوا بيصيغوا نظريه الصبح ونظريه بالليل. ان هم اي متغيرات عالميه كان بسرعه بيغير رايه وبينزل بنظريات جديده ويبتدي ينافس، ما كانش عنده اي تعلق بالكلاسيكيات ولا بالقبلي. هو كان فكره انه انا والله موجود في مجتمع كبير بيتطور بسرعه، انا لازم يكون عندي تنافس استراتيجي. انا مش هستنى اشوف الناس اتطورت ايه، لا ده انا عايز افكر المنافسة هتبدأ فين؟ المنافسة النهاردة هنا؟ لا بكرة هتبقى فين؟ وبالتالي أنا أحضر نفسي للمنافسة اللي جاية. نظرية التنافس الاستراتيجي كانت بتركز على الشركات متعددة الجنسيات، وبتقول إنه الشركات متعددة الجنسيات دي طبعاً ليها ميزة تنافسية، إن هي بتجيب خبرات من دول كتير جداً، وده بيدعم الصناعة دي وبيدعم تطورها، وإنه المنتج اللي هيطلع ده هيكون ليه أكتر من ميزة تنافسية وهيكون ليه أكتر من خلفية. وكانوا بيقولوا والله إن الشركات دي لازم يكون عندها ميزة تنافسية مستدامة، إنه أنا مش هنافس بالمنتج بتاعي السنة دي ولا السنة الجاية، لا أنا هنافس بالمنتج دايماً، انه انا لازم انافس بمنتج واثنين وثلاثه، لازم اكون موجود بالسوق. طبعا كانوا بيقولوا ان في ليه طرق لازم تكون موجوده للتجاره، وسموها الطرق الحاسمه للشركات دي اللي هي تقدر تنافس طبعا. وكانوا دايما بيخوفونا من حاجه اسمها حواجز الدخول، الى العقبات التي قد تواجهها الشركه في محاوله الدخول للاسواق. كان بيقول لك نافس، ابدع، اشتغل، اعمل شركات متعددة الجنسيات، لكن خلي بالك وانت داخل تعمل منتجات في مكان معين او سوق جديد لازم هيكون عندك عقبات، لازم هيكون عندك عقبات. ودي العقبات الخمسة اللي اتكلموا عنها بروجمان واخوه. نظرية التنافس الاستراتيجي العالمي دي كانت بتركز معانا على الخمس عوائق دول. بيقول لي والله انت عايز تدخل سوق جديد، اهلا وسهلا بيك في السوق الجديد. طيب انت والله عايز تنافس بالمنتج ده، طيب انت لازم تاخد بالك من العوائق دي اللي هتكون موجودة في السوق ده، اذا قدرت تتخطاها انت تمام، لو ما قدرتش لازم تعمل على حلها. تمام؟ طيب العقبة الأولى أو العائق الأول هو عائق البحث والتطوير.
انا رايح اعمل منتج في دولة ما علشان ينافس الدول التانية او العالم كله. اذا انا لازم يكون عندي بحث وتطوير دائما مستمران علشان المنتج ده يفضل ينافس، استمرارية المنافسة. تمام. الحاجة التانية كان بيقول انه ملكية حقوق الملكية الفكرية، انه طيب انا دلوقتي الدول التانية اللي انا هنافس فيها بالمنتج ده هيكون في حقوق ملكية فكرية ليهم على منتجاتهم، وبالتالي انا هقدر انافس او هيكون عندي مشكلة في دي. وطبعا بعض الدول طبعا تخطت ده زي الصين في الفترة الأخيرة. الصين ابتدت تنتج نفس المنتجات اللي انتجتها الشركات الأمريكية والشركات الأوروبية وما إلى ذلك، لكن كانت بتعمل لها حاجة لطيفة جدا اسمها الري انجينيرنج. يعني بيجيبوا المنتج وبيعملوا له إعادة هندسة، بيغير بعض التغيرات البسيطة في شكله، في وظائفه، في أدائه، بيبتكر حاجات إضافية على خصائصه، الكلام ده كله. وكان عندهم طبعا وما زالت موجودة حتى الآن في الصين اللي هي معاهد وجامعات الري انجينيرنج، وكانوا متوسعين فيها جدا. دلوقتي بيقولوا إنه والله إحنا المنتج ده، لا إحنا ما بنسرقش الملكية الفكرية بتاعتك، ده إحنا بنطور. فبالتالي انا جبت المنتج بتاع حضرتك طورت عليه، اذا انا قدمت منتج جديد للعالم، انا ما سرقتش المنتج بتاعك. ودي ابحاث كانوا طبعا بيحاولوا يتخطوا عقبة حقوق الملكية الفكرية. من ضمن العوائق اللي بعد كده اللي هو من قياس الاقتصادي، انه حضرتك هتعمل تنافس وتنافس عالمي. طيب مع تطور التكنولوجيا أصبح دلوقتي كل الأسواق موجودة مفتوحة على بعضها، إنه هل حضرتك عندك تنافس اقتصادي تقدر تقول لي إنه والله لا اقتصاد الدولة دي أفضل من دي، فبناء عليه المستهلك ده هيكون عنده قدرة على الشراء أكتر من ده أو لأ؟ طبعا ده من ضمن العوامل المهمة جدا، لأنه المقياس الاقتصادي للدولة هيحدد المقياس الأساسي لقدرة الفرد على الشراء، وقدرة الفرد على الشراء بتحدد مدى طلب الفرد ده أو المستهلك ده للسلعة. وهنرجع تاني للأول، نقول كلما ازداد الطلب على السلعة لازم هيكون سعرها أكبر. طبعا مفيش دولة هتنتج منتج مش عليه طلب. إذا المقياس الاقتصادي هو المحدد الأساسي للطلب على السلع. العائق الرابع من ضمن العوائق، وأنا داخل سوق جديدة لازم أبص لها كويس وأحط عيني عليها، اللي هي عمليات أو طرق التجارة الفريدة اللي موجودة في المكان ده، أو خبرة الدولة دي في الصناعة. إنه الطرق التجارية ده لا والله دي كويسة، لا ده الدولة دي عندها بنية تحتية محترمة هتساعد المنتج بتاعي على الانتشار، الدولة دي عندها تطور في إدارة التسويق وفكر التسويق، فبالتالي أنا هشتغل معاهم هيكون عنده طلب على المنتج بتاعي بشكل أكبر، الدولة دي عندها خبرة في الصناعة، لو أنا بصدر له منتجات وسيطة يقدر يعمل عليها عمليات ويقدر تكون ليها اعتماد بعد كده في صناعته. فكل ما يكون عنده اللي بيستورد مني، كل ما يكون عنده صناعة متقدمة طبعا، أو عنده صناعة خبرة فيه، عنده خبرة في الصناعة، هيكون عنده طلب أكبر على المنتج بتاعي، وهيقدر إن هو يشتري مني أكتر. الحاجة اللي بعد كده، المنتج اللي بعد كده، اللي هي السيطرة على الموارد أو الوصول الملائم للمواد الخام. إنه علشان يكون عندي تنافس استراتيجي للسلعة دي، أو إنه أنا أقدر أنافس بشكل كبير على بالمنتج ده على العالم، إنه لازم يكون عندي المواد الخام.
انا في بعض الموارد او المواد الخام بتكون موجوده في دوله ما، لكن مملوكه بالكامل للدوله، والدوله بتفرض قيود عليها، وبتفرض قيود على التنقيب فيها، وبتفرض قيود على الاستخراج. على وانا رايح اعمل شركه في دوله ما هتنفذ بمنتج ما، انه والله الدوله دي هقدر اخد عوامل الانتاج او الموارد دي او المواد الخام دي للمنتج ده بسلاسه او بشكل يجنبني حته التكلفه بتاعتي تكون اكتر او ما الى ذلك. طبعا دي من ضمن العوائق والحاجات المهمه جدا. بكده حضراتكم احنا هنكون نهينا نظريات التجاره الدوليه التي لا تنتهي، لان كل يوم في جديد في نظريات التجاره الدوليه. كل دوله وليها مذهبها، كل اقتصاد وليه فكره، كل توجه حكومي بيوجه علماءه وسياسيين لصياغه نظريات جديده تتناسب مع اقتصادياته ومع الاستراتيجيات اللي جايه، زي ما هنتكلم على كده في الاستراتيجيات الاستباقيه، ان هو شايف السوق بكره فين، فبالتالي بيعمل على صياغه نظريات تتناسب مع القادم في الاقتصاد الدولي. يبقى عندنا السؤال المهم والمتكرر دائما، أي نظريات الاقتصاد الدولي اللي احنا شرحناها دي أو التجارة الدولية دي بتطبق حاليا؟ الحقيقة ده سؤال مطروح كثرة، إنه احنا النهاردة بنستخدم أي نظريات اللي فاتت دي؟ هل احنا شغالين على النظريات الكلاسيكية؟ هل احنا شغالين على النظريات الحديثة؟ طب احنا شغالين على النظرية التنافس الاستراتيجي، ولا احنا شغالين على نظرية التشابه بين الدول، وأيهما أفضل في الفترة الحالية؟ طبعا ده سؤال متوقع طبعا من حضراتكم، عشان كده احنا حبينا ان احنا نجاوب عليه مسبقا. لكن لازم قبل ما نقول انه ايه النظريه السائده اليوم، لازم نقول هي سائده في انهي اقتصاد. يعني هل هي سائده في الاقتصاديات الراسماليه ولا في الاقتصاديات الاشتراكيه، مع ان الاثنين مفتوحين على بعض دلوقتي. اصبح العالم بياخذ اللي هو عايزه من ده واللي هو عايزه من ده، وطبعا مبادئ كتير جدا طبعا في حرية التجارة اتكسرت، وطبعا العالم الآن بيسود فوضى عارمة حرفيا في الاقتصاد. كل واحد دلوقتي بيحارب بطريقة غير عادية، انه النهاردة محدش ماشي على اي نظرية، مفيش حد ماشي على اي نظريات. كل الناس بتدور تكسب منين، بيدور والله انه ينافس ازاي، دور انه يقدر المنتج بتاعه يحتل الاسواق ازاي. فالنظريات دي احنا ما نقدرش نقول ايه اللي شغال دلوقتي. لازم كل دولة وليها وضعها. النظريات طبعا احيانا بتتعارض مع احداث العالم طبعا دلوقتي، وطبعا كل واحد او كل الاقتصاديين بيدي ظهره للنظريات، مش دعوه بيها، بيقول والله انا يهمني الاقتصاد بتاعي يكسب ايه دلوقتي. طبعا لازم يتم توزيع عوامل الانتاج بدقه بين البلدان، لان في بعض البلدان عندها فايده غير متناسبه في بعض عوامل الانتاج ده. طبعا دولة زي أمريكا بتمتلك أراضي كبيرة جدا للزراعة تقدر تستخدمها، لكن طبعا أمريكا في الفترة اللي فاتت كلها من بعد الحرب العالمية الثانية وهي أكبر وأغنى اقتصاد في العالم ولا زالت. نعم ظهر منافسين كبار جدا طبعا زي الصين زي الهند وغيرها، لكن حتى الآن حتى تاريخ اللحظة الاقتصاد الأمريكي هو أكبر اقتصاد في العالم. ده شيء ما حدش يقدر يختلف عليه.
ومع ذلك انه الاقتصاد الامريكي اللي هو اكبر اقتصاد في العالم ده بيستورد كمية كبيرة جدا 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 من السلع والخدمات اللي بتنتجها الدول التانية زي الصين زي فيتنام زي غيرها، مع انه هو عنده طبيعة خلابة، عنده امكانيات مهولة جدا للانتاج، لكنه بيستورد. ده لانه عفوا، ده لانه المستهلك الامريكي نفسه عنده قدرة كبيرة جدا على الشراء، انه مستوى دخله عالي جدا، فبالتالي هو عنده كبيرة جدا على الشراء. انا اتبسطت جدا جدا مع حضراتكم. طبعا حضراتكم استحملتوني على مدار الوقت القصير اللي عدى معاكم ده، واتمنى ان اكون ضيف خفيف على حضراتكم، وان شاء الله نفتح الشات. يا دكتور عبد اللطيف، لو حد محتاج يسأل في اي حاجة تحت امر حضراتكم. دكتور عبد اللطيف معك يا دكتور محمد، متشكرين جدا حضرتك. على العرض الوافي. شكرا جزيلا. فاتحين دلوقتي مفتوح، ممكن اللي عنده سؤال يسأل، اللي عنده اي مداخلة صوتية ممكن يرفع ايده او يعمل علامة اليد. كانت محاضرة قيمة، ولكن بجد يعني الواحد عنده تعليق. للأسف عندما تم العرض كان العرض كله نظريات أجنبية وأصحاب مدارس فكرية أجنبية. للأسف انقصنا مدرسة الفكر العربي والفكر الإسلامي للأسف الشديد، ولم نجد إلى الآن اهتمام بمبدأ أو بنظريات الاقتصاد الإسلامي للأسف الشديد، رغم أن الاقتصاد الإسلامي كان يمتلك نظرية الاشتراكية والنظرية الرأسمالية، ولكن للأسف لم تصور أو توضع في قالب أكاديمي بحث حتى يستفاد منها الأجيال. وبالفعل لدينا منهج اقتصادي من عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرها من النظريات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية، ولكن للأسف الشديد لم يلقى لها بال إلى الآن، وظلت المدرسة الغربية متقدمة منذ منتصف القرن الثاني عشر. للأسف الشديد كان يعني أنا قاعد بصراحة مستمتع بالشرح، ولكن في مخيلة ذاتي عندي أسف شديد بإهمالنا لفكرة النظريات الإسلامية ونظريات الاقتصاد الإسلامي، وهي مهملة حتى من الأكاديميين الكبار للأسف الشديد، حتى من المدرسة الإسلامية الشرقية أو الجامعات الإسلامية نفسها أو جامعات في العالم العربي والإسلامي. أنا دلوقتي نسيب الأجيال تتعلم، تشوف كيف كان المفكرين يفكرون في بناء الاقتصاد وبناء اقتصاديات ذاتهم وغيره. نسيب بقى الأجيال يعني يا ريت يتعلموا من هؤلاء المفكرين كيف يصنعون الفكرة ويضعوها في قالب. ونفتح مجال الشات اللي حابب يسأل الشباب، أهلا وسهلا. اللي حابب يعمل مداخلة صوتية برضو أهلا وسهلا. صوت بيطلع من عندي، اسف عشان الانترنت، يعني بعتذر. نعم دكتور. يعني الدكتور عبد اللطيف تحدث عن انه كل النظريات نظريات أجنبية. يا دكتور عبد اللطيف، الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كنا احنا فعلا محطوطين في منطقة معينة ومحاصرين، وما زال حتى الآن بنتمنى من دبلوم اللي حضرتك تقوده والإخوة الزملاء الكرام، إنه يقدر يوصل بالشباب العربي والمفكرين العربي العرب والاقتصاديين العرب، إن هم يصيغوا نظريات تقدر تساعد العالم في الفترة القادمة إن شاء الله، وتخطي فترة الفوضى اللي حاصلة دلوقتي. أتمنى أستمتع بالمداخلات الجميلة مع حضراتكم، تحت أمركم. اتفضل. اتفضل دكتور. دكتور أنا أعرف يعني هي فترة الاقتصاد من بعد الثورة الصناعية، بدأت الاقتصاديات الغربية هي تقول والنظريات الفكرية وغيرها
لكن انا صح. بتكلم على الاجيال القادمه، لابد ان تضع يدها على الحضاره الاسلاميه وحضاره الاقتصاد الاسلامي ونظرياته ومصوغاته يعني. أتفق. فلابد لذلك صناعه الوعي مهمه جدا، وهذا هدفنا من الدبلوم يعني، ليس الشهاده كما يتم، شهاده مهمه ولكن الوعي هو الاهم، وصناعه الوعي وقياده الشعوب. نعم. في اخويا سالوا اسئله مهمه، فهيا عليا وتقدير لك معالي الدكتور على المعلومات الرائعة. يقول ابن خلدون في مقدمته: أعلم أن التجارة محاولة للكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء، كيف نفسر هذا القول؟ نعم، هو فكرة شراء السلعة بالرخص وبيعها بالغلاء ده أشبه ما يكون بحركة تجارة السوق، لكن الاقتصاد هو الفكر والتنمية. الاقتصاد هو القدرة على الإنتاج. الإنتاج يا سيدي شيء مختلف تماما عن فكرة ان انا ابيع سلعة واشتريها بالرخص او ابيعها بالغلاء. الاقتصاد هو القدرة على الانتاج والمنافسة. القدرة على الانتاج والمنافسة يصنع اقتصاد قوي. بالفعل هناك سؤال مهم جدا دكتورنا، بيقول: ما هي نقاط الاختلاف والاتفاق بين نظرية ابن خلدون ونظريات آدم سميث وريكاردو وكارل ماركس؟ نعم يعني السؤال ده مهم جدا، يعني نقاط الاختلاف والاتفاق بين نعم نظريات يعني ناس مؤسسين اقتصاد زي ابن خلدون، كان له نظرية الاجتماعية وتناول جزء منها في الاقتصادي، آدم نعم سميث راجل اقتصادي بحت، وريكارد وكارل ماركس. نعم ابن خلدون يا سيدي كان بيتكلم على تطوير المجتمعات من مبدأ التجارة، انه ازاي يكسب من بيع السلعة نفسها. لكن آدم سميث وريكاردو كانوا بيتكلموا انه ازاي ينتج المنتج ده بشكل يمكنه من المكسب. التجارة ده شيء محترم جدا، انه انا اشتري سلعه وابيعها بكره او ابيعها النهارده او اكسب فيها، ده شيء محترم جدا. لكن الاكثر احتراما ان انا يكون عندي قدره على الانتاج والاستمراريه في الانتاج، وقدره على المنافسه، والقدره على التطوير. تفضل حضرتك. لكن فكره ان انا اشتري وابيع او اكون معبر للتجاره زي ما بتصنع بعض الدول، يعني عندنا في دبي عملوا منطقه التجاره الحره في قناة السويس قديما، منطقة التجارة الحرة. كان بيشتغل على إيه؟ كان بيشتغل على إنه يدخل سلعة يبيعها يكسب. لكن على المدى البعيد، هل اقتصاد منطقة دبي أقوى ولا اقتصاد الصين؟ يعني هل التاجر أقوى ولا المنتج؟ النهارده الصين عندها قدرة رهيبة جدا على الإنتاج وابتكار آليات جديدة للإنتاج وابتكار منتجات جديدة والكلام ده كله. لكن التاجر اللي هو عامل منطقة تجارة حرة ما زال بيستلم بضاعة ويبيع بضاعة. فهنا القادر على الإنتاج والصناعة هو القادر على تقوية وتنمية اقتصاده بشكل أكبر. تفضل دكتور. الأخ بيسأل بيقول: ما دور الدولة الاقتصادي من خلال نظرية ابن خلدون؟ لا، في سؤال مهم برضه ايضا دكتورنا اتفضل يا حبيبي. بيتكلم عن نظرية الصدفة، يعني خلينا في الأول في سياق المحاضرة، بيقول: إعادة شرح عامل الصدفة في نظرية ماس بورتر لم أستوعب بشكل جيد، ممكن تعيدها له معلش يا دكتور ونكمل بقية الأسئلة والمداخلات. اه طبعا يا فندم، طبعا يا فندم. عامل الصدفه ده بيقول، هو بورتر ده بيتكلم عن ايه؟ بورتر ده بيتكلم عن شيء اسمه صفات الوطن الام. الوطن الام لمين؟ الوطن الام للسلع، للمنتج ده. يعني وليكن صناعه الهاتف او التليفون، الوطن الام ليه مثلا مصر مثلا.
هل هو بيتكلم عن صفات الوطن الأم دي لازم يكون متوفر فيها الست عوامل دول بشكل صدفة؟ إنه صدفة إزاي؟ إنه يجتمع توافر العديد من عوامل الإنتاج، هو ده تفسيرها. يعني لما يجتمع توافر رأس المال مع توافر العمالة مع توافر الصناعات الداعمة مع الطلب على المنتج ده مع فكر اقتصادي يقدر يمكنني من هيكلة شركات كبيرة، لما يجتمعوا دول مع بعض إذا ده هو ده العامل اللي هيقدر يخلي المنتج ده ليه منافسة أعلى في السوق. فكرة صدفة هنا هي فكرة اجتماع العوامل النموذجية لإنتاج منتج ما. اتفضل يا فندم، هل وضحت؟ دكتور؟ تمام، أتمنى تكون الصورة واضحة في تفسير عامل الصدفة ده. مداخلات صوتية، يعني هناك بعض الأشخاص. أستاذ إسحاق إدريس، تفضل. إسحاق إدريس، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. ألو، السلام. أنا عندي سؤال واحد، لماذا لم تتوفر الصناعات الاستراتيجية المهمة في دول الخليج العربي ودول أفريقيا؟ بما أن هنالك يعني بعض المواد المهمة زي مثل الذهب والبترول وما ولا الرعي، ويعني حاجات كثيرة جدا موجودة في أفريقيا، مثلا الثروة الحيوانية، الثروة السمكية، يعني حاجة أكبر من الدول الأوروبية، ولماذا لم تطور دول آسيا، شرق آسيا والخليج وأفريقيا بالأخص هذه الصناعات؟ ولماذا لم يتخذوا قرارات ذات أولوية لكي يستوعبوا أو لكي يجلبوا أجانب ذات عندهم خبرات عالية جدا في ذلك الصناعات لكي تتطور أفريقيا ودول العرب؟ لا أدري، حتى الآن ليس هنالك أي صناعات كبرى في دول أفريقيا ودول العرب. ده هذا السؤال. شكرا. نعم، شكرا. في الحقيقة تمام، في الحقيقة إنه سؤال حضرتك أخي الكريم سؤال مهم جدا وليه أبعاد طبعا، علشان بس نجاوب على السؤال ده إحنا محتاجين وقت كبير جدا. لكن باختصار حضرتك نعم بتقول لي انه افريقيا متوفر فيها موارد كثيره جدا زي الذهب زي الموارد الخام الثانيه، ازاي انه نعم لا ما فيش صناعات اساسيه في الدول دي؟ حضرتك نعم عارف ان دول افريقيا مرت بفتره عصيبه جدا ولا زالت ترزح تحت الاستعمار. الاستعمار يا سيدي الكريم عمل على تشويه القيمة الاقتصادية للدول دي، نهب ما تم نهبه من ثروات وتحويل الثروات دي لبناء مجتمعاته، زي ما شفنا في فرنسا، زي ما شفنا في بريطانيا اللي عملته بريطانيا في الهند، ومثل اللي عملته والكونغو، فرنسا في الكونغو، في الهند في والكونغو. الكونغو وفي النيجر وغيرها. يعني حضرتك النهارده فرنسا، اليوم انا حضرتك اليوم فرنسا تنار باليورانيوم بتاع النيجر. حضرتك فرنسا عملت اتفاقيات اقتصاديه مع النيجر في العام 1961 والعام 1968. الاتفاقيات الاقتصاديه دي بموجبها بتسرق الخام ده توديه فرنسا عشان تعمل منه طاقة هناك، تقدر تعمل صناعات على الطاقة دي. لكن فين شعب النيجر، فين الشعوب الكونغو زي مالي زي الدول دي؟ لا، كانوا دايما بيعملوا فتنة ودايما بيحرضوا القبائل دي على بعضها ودايما يحطوهم في منطقة صراعات سياسية وصراعات نعم وحاجات تخليه طول الوقت مش قادر ان هو يعمل صناعة ولا يعمل تطوير. حضرتك كانوا دايما بيستهدفوا تدني مستوى التعليم في الدول دي، نعم وأيضا وبالتالي أيضا
وايضا حجره المتعلمين او الكفاءات العاليه في دول افريقيا بالاخص برضه لها تاثير كبير جدا في هذا المجال. نعم، حضرتك بتكلم بتسالني تاني عن القرارات في الدول العربيه ودول جنوب شرق اسيا. طبعا لازم نستثني دول جنوب شرق اسيا، لان دول جنوب شرق اسيا دلوقتي اشتغلت وانطلقت بسرعه الصاروخ. لكن حضرتك بتكلمني عن القرارات في الدول العربيه او في الدول الافريقيه. لا يخفى على احد انه احنا عايشين في الدول العربيه والدول الافريقيه في بين قوسين اسمه الانقلابات السياسيه. احنا طول الوقت في كل الدول وخاصه الافريقيه منها انقلابات سياسيه بيمولها دول اجنبيه، زي ما شفت كما ذكرت لحضرتك، يعني عملوا انقلاب مخصوص علشان موضوع اليورانيوم ده، وطبعا في الكونغو وفي غيرها. شوف كم انقلاب حصل في الكونغو، شوف كم انقلاب حصل في الدول بركينا فاسو. الشيء الثاني حضرتك، شوف حجم الصراعات القبليه وكم عدد الثروات اللي اهدرت وكم عدد الارواح اللي ازهقت في الدول دي. فاذا كان الوضع هكذا كيف نتحدث عن قرارات؟ القرارات يا سيدي لا تتم إلا من دول مستقرة سياسيا وعندها قدر معين من التعليم وقدر معين من الوعي. الوعي، صناعة الوعي ده شيء مهم جدا. صناعة الوعي وإن الشعب يكون عنده إدراك لمقدراته الاقتصادية هو ده اللي هيخليه يكون عنده قدرة على صناعة سياسات اقتصادية تنمي وتطور مجتمعه وتصنع مستقبل جيد في الصناعات اللي بيتوفر ليها عامل الانتاج عنده. شكرا جزيلا لسؤالك. تفضل يا دكتور. دكتور عبد اللطيف. ايه يا دكتور معاك؟ لحظه يا دكتور. السؤال المهم أيضا دكتور، بيقول سؤال آخر: لقد مر العالم بأزمة حادة كان سببها وباء كورونا، تجمد الاقتصاد العالمي، فما هي الآليات لاسترجاع الاستقرار للاقتصاد العالمي بين الدول؟ وهناك أيضا الحرب الروسية الأوكرانية كانت سببا في غلاء الأسعار، هل هناك حلول لمصالح الخروج من هذه الأزمات المتتالية؟ يا اخوان يارب نلتزم قبل المغرب. معذره يا دكتور، معذره انا استاذن حضرتك تعيد تاني، الصوت ما كانش واضح عندي. السؤال في مجمل يا دكتور بيقول ان الاقتصاد العالمي الان مر بعده ازمات زي امراض كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه، فهل هناك حلول مقترحه لاعاده الاكسجين لهذا الاقتصاد مره اخرى؟ نعم. شوف يا سيد، حضرتك أثرت نقطتين، وده من متغيرات الاقتصادية. يعني الاقتصاديين بيسموا الحاجات دي متغيرات اقتصادية. حضرتك تحدثت عن كورونا، تغير كورونا، وتحدثت عن الحرب الروسية الأوكرانية، وده شقين مختلفين تماما. فيما يتعلق بكورونا، كورونا بعيدا عن ان هي والله لا ده كانت مستهدفه او قصدي مقصوده، او ان كورونا دي والله مفتعله، لا ده ناتجه عن وباء، ده مش قصه. لكن لما حصل في كورونا الاجراءات بتاعه توقف الاقتصاد اللي حصل في كورونا ده اسمها فرمله اقتصاديه. لكن الفرمله دي لما حصلت تبقى المنتج منتج والقادر على الانتاج قادر على الانتاج. يعني نعم كورونا بدات من الصين، لكن اكثر الدول اللي استفادت من كورونا هي الصين. الصين يا سيدي الكريم اكثر دوله صدرت للعالم اجهزه طبيه ومعدات ولقاحات فيما بعد، وهي أكتر دولة صدرت للعالم المستلزمات الطبية والحاجات دي كلها. إذن لو لم تكن الصين عندها القدرة على إنتاج
الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية، وده طبعا كان ليه تاريخ كبير جدا قبل كده، هي لم تنتج المستلزمات الطبية في يوم وليلة. لكن إعادة الأكسجين أو للاقتصاد فيما يتعلق بحتة كورونا والإغلاقات الاقتصادية لكورونا، إحنا طبعا موجود في الصين دلوقتي كل يوم بيظهر متحورات جديدة وأوبئة جديدة بتهدد العالم بالإغلاق الاقتصادي مرة أخرى. لكن على العالم أن يستوعب أن الإغلاق الاقتصادي لم يعد مجدي في الفترة الحالية. لو تم إغلاق العالم اقتصاديا لمرة تانية ده هيكون قرار خاطئ جدا، ولا أعتقد أن أي أحد من السياسيين يستطيع أن يجرؤ على أخذ مثل هذه الخطوة. طيب نتصرف إزاي؟ إيه اللي يحصل؟ التصرف ده زمان لما اليابان دخلت في الحرب مع أمريكا وانتصرت أمريكا وضربتها بالقنبلة النووية، طلعت اليابان وعملت برنامج اسمه برنامج إغلاق اليابان. عملت ايه في برنامج اغلاق اليابان؟ ابتدت تشتغل على انه هي الشعب بتاعها محتاج ايه؟ تصنعه له. ايه السلع والمنتجات اللي المجتمع عايزها؟ تشتغل عليها وتعمل اكتفاء ذاتي منها بشكل كبير. وبناء عليه ابتدت اليابان تقدر تطلع من ازمتها الاقتصاديه اللي هي كانت منهاره تماما. اللي حاصل في السوق الاقتصاديه العالميه الان مستحيل انه يكون زي ما حصل في اليابان، لا الوضع احسن بكتير من اللي حصل في اليابان. على الشعوب والمجتمعات والاقتصاديين والحكومات ان هي تركز على الحاجات الاساسيه لمجتمعاتها وتعمل على تطويرها والمزيد من الانتاج منها. ده فيما يتعلق بالانتاج. طيب فيما يتعلق بالتجاره، فيما يتعلق بالتجارة انه على الشعوب وخاصة الدول النامية ان هي تقدر تشتغل على فكر انه هي تستورد السلع الوسيطة اللي تقدر تشتغل عليها حتى تلبي الطلب الداخلي ليها، او سلع وسيطة تقدر تعمل عمليها عمليات منافسة تنافس بيها عالميا للدول اللي عندها قدرة على الشراء. الحاجة التانية المهمة في الاقتصاد انه لازم على مستوى الافراد لابد من استيعاب ان العالم فعلا في نفق اقتصادي مظلم. لابد على الافراد استيعاب ان هناك حالة تخبط شديد جدا من قبل الاقتصاديين العالميين وكبار الاقتصاديين العالميين. ما يحدث الآن من متغيرات اقتصادية يومية يربك كل الحسابات. فلا بد على الأفراد من صناعة خطة لأنفسهم على كيفية الاستهلاك بقدر المطلوب. فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، الحرب الروسية الأوكرانية طبعا حديثة العهد بالنسبة للأزمات اللي العالم واخدها قبل كده. الحرب الروسية الأوكرانية كل الناس بتعول عليها وكأن هي العامل الأساسي لكل الأزمات الاقتصادية. في الحقيقة أنا شايف إن الموضوع مختلف تماما. الحرب الروسية الأوكرانية نعم عامل مهم جدا من الأزمات الاقتصادية الحالية وليه تأثير كبير، لكنه ليس كلها. الحرب الروسية الأوكرانية أعي تماما أنها أثرت على دول الجنوب العالمي، سواء دول افريقيا او دول امريكا اللاتينيه او بعض دول جنوب شرق اسيا، لكن لا بد ان نعي ان الحرب الروسيه الاوكرانيه ليست العامل الوحيد. ماذا لو تم ضرب اوكرانيا بالسلاح النووي؟ هل هيتوقف اقتصاد العالم نظرا لتوقف الاقتصاد الاوكراني؟ هو ده السؤال. انه ولنفترض انه اوكرانيا ده او الجزء الاوكراني ده والله مش موجود اصلا، هل هيتوقف الاقتصاد العالمي؟ لا بد الاقتصاد العالمي من وجود حلول بديله للسلع اللي بتنتجها اوكرانيا سواء متعلقه بالصناعه او الزراعه او الكلام ده كله. ولا ارى ان العالم سيتعافى من الفجوه التي تركها الاقتصاد الاوكراني في فتره وجيزه. أعتقد إن الموضوع يحتاج من 5 إلى 7 سنوات حتى يستطيع العالم استيعاب الفجوة
الاقتصادية اللي تركها الحرب الروسية الأوكرانية، لكن على العالم العمل الآن. العمل الآن كل دولة عليها الآن العمل على توفير السلع اللي كانت بتستوردها من أوكرانيا، ولو بشكل جزئي، ولو بشكل أقل جودة، ولو بشكل غير مباشر، لكن لابد من توفير كل مستلزمات الإنتاج على الدول يا سيدي أن تتعامل مع الأزمة وكأنها ممتدة، عليها أن تتعامل مع الوضع. تفضل دكتور. دكتور عبد اللطيف. ألو. معاك في عدة أسئلة أيضا. فضلك فضلك. لحظة. محاضرة كانت شيقة يا دكتور، وكان فيها أسئلة كثيرة. واحد يعني أحد الأخوة يقول: ما هو واقع نظريات الاقتصاد الدولي في عالم تتحدد فيه الدول القوية حدود الإنتاج على الدول الضعيفة؟ قصده تحدد فيه الدول القوية حدود الإنتاج على الدول الضعيفة الاستهلاكية، وتفرض عليها التوقيع على صفقات تجارية أحيانا لا تكون في حاجة إليها. إذا ما نعم هو واقع نظريات الاقتصاد في عالم متغير؟ نعم سيدي، نحن تحدثنا عن أن نظريات الاقتصادية اللي شرحناها دي تتعارض بشكل مباشر مع واقع الاقتصاد الحالي. أنا أعي تماما أن النظريات الاقتصادية تتعارض بشكل مباشر مع الواقع الاقتصادي الحالي، لكن في الحالة دي اللي بيحصل بيتم صياغة نظريات اقتصادية جديدة تناسب الوضع الحالي الآن. طيب، الأخ اللي بيسأل، الأخ حسن، بيقول والله إنه لا، ده الدول دي بتفرض على الدول الضعيفة صفقات تجارية إن هي تقدر توقع عليها غصب عنها. طيب، حضرتك دلوقتي بتقول لي والله لا، الدولة دي بتقول لي لازم تشتري مني كذا. هنا تحدثنا في السؤال بتاع الأخ اللي كان سأل عن القرارات، انه لو انت دولتك عندها اصلا اداره سياسيه او اراده سياسيه بتمنعها من التبعيه لدول ما، فبالتالي مش هتروح ناحيه ان والله لا ده انا هوقع على الصفقات دي. الاراده السياسيه او الاداره السياسيه، الاداره السياسيه تستطيع التفاوض بشان الصفقات الغير ملائمه والوصول بالصفقات دي لأفضل مرحلة من الحل تناسب المجتمع. أنا لما أكون ممثل عن دولة ما ورايح أتفاوض مع دولة تانية على صفقة تجارية، فبالتالي لازم هيكون نصب عيني مصالح المجتمع بتاعي، الدولة بتاعتي، الشعب ده. فحتة فرض إن الدول القوية بتفرض على الدول الضعيفة الاستهلاك بشكل ما، أنا شايف إنه لو في إرادة سياسية أو إدارة سياسية سليمة في المجتمعات دي هتقدر إن هي تتفاوض أو تصل لحلول ترضي الطرفين، أو توصل إن هي تخفف وطأة الصفقات التجارية دي على المجتمعات المستوردة. لكن ده إيه في نظريات الاقتصاد؟ لا، ده ما هو إلا بلطجة أو فرض أو استعراض قوة من دول لها نفوذ سياسي اقتصادي، نفوذ بشكل ما على دول تانية، وبالتالي بتنهب ثرواتها بصورة غير مباشرة. هو ده يا سيدي استعمار القرن الحديث. قديما كان الاستعمار بيروح والله يحتل الدولة ويعمل إنزال عسكري ويعمل الكلام ده كله، لكن النهارده بيعمل ايه؟ بيحتلك اقتصاديا. من خلال ايه؟ من خلال الصفقات دي. معذرة. فالإرادة السياسية دي لابد ان هي تقدر توصل لتفاوض مناسب في البلطجة الاقتصادية دي. اتفضل دكتور. تمام دكتورنا. في بعض الأسئلة أيضا، وممكن نختم بهذا السؤال دكتور. حضرتك.
يقول كارل ماركس: لا فكرة بدون اقتصاد، ولا اقتصاد بدون فكرة. كيف يمكن ربط العلم والمعرفة والثقافة بالاقتصاد؟ ونعتذر من الأخوة الباقين لو كان هناك أسئلة لم نطرحها، ولكن تم تسجيلها وسيتم طرحها في أول المحاضرة القادمة إن شاء الله. ونختم بهذا السؤال دكتورنا وهذا العرض الشيق. شكرا جزيلا. طيب، كارل ماركس: لا فكرة بدون اقتصاد. في الحقيقة أن ده كلام محترم جدا، والاقتصاد بدون فكرة طبعا. حضرتك السؤال بتقول لي أنه كيف يتم صياغة الاقتصاد بدون فكرة، صح؟ هو ده السؤال؟ أيوة دكتور. كيف يمكن ربط العلم والمعرفة والثقافة بالاقتصاد، صح كده؟ تمام. العلم والمعرفة والثقافة هما أساس الاقتصاد، مفيش كلام. العلم والثقافة والمعرفة هما المآل والطريق اللي بيوديني لعلماء يبتكروا نظريات اقتصادية، علماء يحطوا حلول اقتصادية. العلم والثقافة والمعرفة هو اللي بيطور لي أساليب وآليات استثمارية. العلم والثقافة والمعرفة هو اللي بيربي نشأ عنده قدرة على الابتكار، هو اللي بيربي أجيال عندها قدرة على الإبداع، هو اللي بيربي أجيال عندها قدرة على الإنتاج والاستمرارية في الإنتاج. العلم والثقافة والمعرفة هما أساس كل شيء. العلم، التكنولوجيا أساسها العلم والمعرفة. اليوم التطور التكنولوجي الرهيب اللي حضرتك بتشوفه وكلنا بنراه في الدول المتقدمة لم يبنى إلا على العلم، لم يبنى إلا على العلم. فالعلم هو أساس التكنولوجيا، العلم هو أساس الاقتصاد، العلم هو أساس الوعي. نعم، لا فكرة بدون اقتصاد، ولا اقتصاد بدون فكرة. شكرا جزيلا. العفو معالي الدكتور، واليوم ننتهي من المحاضرة الأولى من مادة الاقتصاد الدولي، وإن شاء الله نلتقي غدا في المحاضرة الثانية ونطرح باقي الأسئلة إن شاء الله. شاكرين لكم وشاكرين الدكتور محمد على هذا العرض القيم. شكرا جزيلا يا فندم، شرفت بحضرتك. شكرا.